السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه هذا البرنامج أرض السواد إلى شمال بغداد، وبالتحديد أكثر منطقة الراجدية. أحد الأخبار اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مصنع عراقي ينتج سماد الدود العضوي. هذا السماد به مميزات كبيرة جداً، أنه سعره أقل من السماد الكيميائي، وأيضاً ما به تأثيرات لا على صحة الإنسان ولا على تربة النبات ولا على النبات نفسه. فالحقيقة تواصلنا مع هذا المصنع أنه نعرف هل صحيح عندنا خبرات عراقية وكفاءات عراقية ممكن تنتج هيجي شيء جيد ومهم جداً لقطاع الزراعة. وأيضاً إضافة عندهم حقول أنه فيها التجارب يستخدمون بها هذا السماد العضوي، ويشوفون التجارب عليها هل تنجح أو لا. راح نشوف هذه التجارب بعيننا، وراح نشوف كيفية صناعة هذا السماد المهم جداً، واللي يقولون أنه مستقبل الزراعة بالعراق راح يعتمد على هذا السماد. يا رب حلقة تعجبكم إن شاء الله، ابقوا ويانا. طبعا نرحب بالدكتور أوستك في العراق، واهلا وسهلا بك. اشكركم لانكم اتحتم الفرصه لنا كي اتحدث معكم. في البدايه اريد اعرف يعني اليوم نظرتك انت كخبير زراعي وكدكتور ومتخصص بهذا المجال المهم، نظرتك الى مستقبل الزراعه بالعراق. الحقيقة عندما زرت العراق لم يكن لدي أي وجهة نظر حول الزراعة في العراق، ولكن عند زيارتي لشركة بلدنا الزراعية والاطلاع على مزارعهم أصبت باندهاج كبير جدا. لم أكن أتوقع أن أرى مزرعة متكاملة تنتج الكثير من المنتجات الزراعية ولديها محاصيل وأشجار مختلفة ومتنوعة. نعم دكتور، براءة الاختراع الخاصة بيك، إذا اليوم تشرح لنا إياها بشكل موجز على مود المشاهد يفهم شنو أهمية السماد العضوي وكيف أنتجت السماد العضوي بهذه الفكرة. كانت لدي رحلة إلى خارج تركيا، زرت أحد البلدان ولاحظت أن السماد العضوي لا ينتج في تركيا. وفيما يتعلق بهذا الموضوع بدأت بالأبحاث والدراسات، وأنا أيضا باحث وأكاديمي في إحدى الجامعات التركية، ومن خلال تقديم الدعم لي من جامعتي حصلت على الموافقة لزيارة أكثر من بلد فيما يتعلق بهذه الدراسة، وعرفت ما هي التقنيات المتعلقة بإنتاج السماد العضوي، وخاصة ذهبت إلى ألمانيا وهناك اطلعت بشكل واسع ومفصل على طريقة تحضير وإنتاج السماد العضوي، وتعرفت على نظام التدفق المستمر الموجود في هذه القاعة. نعم، يعني اليوم أسأل سؤال، اليوم شنو الفرق بين ليش أكثر أغلب مزارعين العراق يعتمدون على السماد الكيميائي ما يعتمدون على السماد العضوي؟ هل انه السماد الكيميائي مميز عن السماد العضوي او العكس؟ اريد تشرح لنا على هالموضوع. اولا الفلاحين والمزارعين يحصلون على الاسمده الكيماوي بطريقه سهله وسلسه. سابقا كانت الاسعار مناسبه، واليوم مع التغيرات اللي طرأت على العالم اصبح الحصول على هذه الاسمده امر صعب، وكذلك تكاليف هذه الاسعار باهظه الثمن. وحتى المزارعين في تركيا لم يكونوا يعرفون أهمية السماد العضوي، وبعدها استطعنا تعريف الأسمدة العضوية للفلاحين والمزارعين الأتراك، وعرفناهم أهمية سماد الدود العضوي، وكانت لدينا الكثير من التجارب التطبيقية العملية التي تتعلق بمحاصيل زراعية مثل الحنطة والشعير والحمضيات وأشجار أخرى، واستطعنا أن نثبت هذا الشيء للفلاحين والمزارعين في بلدنا. دكتور حسين، اليوم حتى الفلاح يبتعد
عن السماد الكيماوي في حال توفر السماد العضوي. أريدك تشرح لنا عن سلبيات الأمور اللي يسويها السماد الكيماوي في التربة أو في الإنسان. نحن قمنا بإجراء تجارب حقلية على المزارعين والفلاحين الموجودين في تركيا، واستطعنا أن نعمل مقارنة لأنواع الأسمدة التي استعملناها هناك، ليتضح للمزارعين الفرق الكبير والشاسع بين نتائج السماد العضوي على سلبيات السماد الكيماوي عندما تعمل مقابلة مع الفلاحين. بالتأكيد هم سيقولون نحن غير راضيين على استخدام الأسمدة الكيماوية لأنها تقتل التربة، لأن الفلاحين والمزارعين يعرفون أن التربة كانت تحتوي على أحياء مجهرية نافعة، وعند إعطاء السماد الكيماوي يقومون بقتل تلك الأحياء المجهرية النافعة. وكذلك المزارعين في تركيا كانوا يستعملون كميات قليلة جدا من السماد الكيماوي، ولكن مع مرور الزمن ازدادت نسبة استعمال الأسمدة الكيماوية لحد ما وصلنا إلى أمر فعلي بقتل التربة في تركيا. الأسمدة الكيماوية عند إعطائها للتربة تعمل على خفض نسبة الأحماض، والتركيب الطبيعي للتربة يبدأ بالانهيار. دكتور حسين، أيضا أريد أعرف اليوم براءة الاختراع اللي أنت حصلت عليها وما شاء الله سويتها في تركيا ونقلتها إلى العراق، كيفية اليوم شنو فرق السماد العضوي اللي ينتج هنا عن بقية الأسمدة العضوية الغير نوعيات، شنو فرقه؟ في الأسواق توجد الكثير من الأسمدة العضوية المختلفة، ولكن نحن نتميز بسماد الدود العضوي الذي يتوفر فيه الهرمونات التي تتعلق في الدود. ويتميز سماد الدود العضوي عن بقية الأسمدة الحيوانية في جوانب مختلفة ومتعددة. طبعا إنتاج هذا السماد وتكثير الدود يحتاج إلى وقت طويل جدا، ويمر بمراحل مختلفة في الأحواض التي ترونها. يكون في المتر المربع الواحد هناك الآلاف من الديدان التي تعمل على إنتاج السماد العضوي، ويحتوي هذا السماد على الكثير من الأحياء المجهرية الدقيقة النافعة، وهذه الأحياء الدقيقة هي مهمة جدا لتعديل خواص التربة، وهي مهمة أيضا للنبات. نعم دكتور، الفلاح العراقي يذهب إلى السماد الكيماوي من أجل سرعة النضج وأيضا يكون أنه أكبر الثمرة، هل اليوم السماد العضوي الآن الذي يصنع بالعراق من مصانع عراقية هل يعطي نفس النتائج؟ نعم، كما ذكرت سابقا لقد كانت لدينا الكثير من التجارب التي اعتمدنا عليها في تركيا. عملنا مقارنة في الحقول والبساتين، وظهر لنا أن استعمال سماد الدود العضوي مع مرور الزمن لا يحتاج إلى استخدام السماد الكيماوي بتاتا، سواء كان في مزارع البنجر أو الذرة أو الحنطة والشعير والمحاصيل. وأيضا حصلنا على نتائج تجارب السماد العضوي، واستطعنا الحصول على غلة إنتاجية أكثر عند استعمال الأسمدة العضوية مقارنة بالأسمدة الكيماوية. وعندما يتم استمرار استخدام الأسمدة العضوية تتعدل خواص التربة وينعكس بالإيجاب على النبات، واستخدام الأسمدة الكيماوية ومع مرور الزمن تقتل خواص التربة ويكون العكس تماماً في السماد العضوي. قمنا بإرسال سماد الفيربي كومبوس والتفرمي كومبوس من تركيا إلى مزارع بلدنا، وتم استعمال السماد في مزارع النخيل التابعة لمزارع بلدنا والبابايا والأفوكادو والحمضيات، وحصلنا على نتائج مبهرة وفاعلة جداً، وبدأنا فعلياً في شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية بإنتاج هذا السماد العضوي لتلبية احتياجات السوق العراقي وتلبية متطلبات المزارعين والفلاحين. يعني الآن السماد الدود العضوي اللي موجود هنا صنع في العراق. نعم، اليوم الصناعة هي بأيادي عراقية وينتج في العراق، ونحن نهدف ونطمح على زيادة سعة الإنتاج ليصل إلى أكبر قدر ممكن من الفلاحين والمزارعين. ليس فقط في العراق التربة بدأت تفقد خواصها، لذا لابد أن نرجع إلى تحسين خواص التربة باستخدام سماد الدود العضوي. كل التحية والشكر لك، وشكرا لأن نقلت تجربتك اللي كانت في تركيا ونقلتها إلى العراق، والآن أصبح هذا السماد هو أيضا من صناعة عراقية بمزارع عراقية وشركات زراعية عراقية. شكرا جزيلا لك. أنا أيضا أشكركم لأنكم أتحتم الفرصة لنا كي أتحدث معكم
وأنا سعيد جدا لتواجدي في العراق، وأود أن أقدم الشكر الجزيل لكم ولكل أعضاء عائلة شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية وإلى المستثمرين فيها اللي ساعدونا بنقل هذه التجربة العلمية الرائدة. Çok daha verimli olmayı hedefliyoruz. Şükran cezilen ve selam. Şükran cezilen. Allah'a kıyım. Allah'a kıyım. أرحب بك أستاذ جواد في برنامج أرض السواد، مثل ما قلت أنت من المتابعين للبرنامج. نعم. فنرحب بك دبل مضاعف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، وأحب أبدي بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم حقيقة بمعملنا، مو متواضع، لا والله معمل ضخم ما شاء الله. ما شاء الله. ويسر الواحد أنه يكون عنده أكيد معامل بالعراق. بما أنه دخلت عاطفيا أنا أريد أسألك سؤال. نعم. عاطفي اليوم شنو، اليوم انت لك خبره ومهندس زراعي وبهذا المجال الكبير جدا، اليوم شنو احساسك لما تعمل وانت ايضا بهذا العمر ربي يحفظك ويطول عمرك من اكبر مصانع الشرق الاوسط بانتاج السماد العضوي واول مصنع لانتاج السماد العضوي بالعراق بايادي عراقيه وانتاج محلي، شنو شعورك اليوم بهذا؟ حقيقه انا احس بالفخر انه انا جزء من هذا المصنع. ممتاز. انه انا اشتغل بمصنع عراقي ينتج سماد، يمكن الاول او الاول بالعراق، بس قد يكون الاول بالشرق، مو الاول، الأكبر. الاكبر بالشرق بالشرق الاوسط. فانا جدا فخور انه اكون جزء من عمليه انتاج الفيرمي كومبوست. ممتاز. نبدأ، خلينا ندخل عمليا الان. احنا اخذنا من دكتور حسين بعض المعلومات العلميه. نعم. وبراءه اختراع وكيف نقل هذه التجربه من تركيا الى العراق. أنا اليوم أستاذنا أريد أسألك سؤال، كم مرحلة لإنتاج هذا السماد؟ نعم. وكيف عملكم يكون به؟ إيش قد تنتظروا؟ كم ساعة؟ أريد تفاصيل من المرحلة. نعم. الأولى إلى المرحلة الأخيرة اللي إحنا موجودين بهذا الموقع. نعم أستاذ العزيز، نبدأ أولا بجمع المخلفات الحيوانية والنباتية. نعم. عندنا المخلفات النباتية، إحنا بالنسبة لنا سعف، نقوم فرم السعف وغربلة الدمن وندمجهم، راح يصير عندنا كومبوست. الكومبوست من النقعة أو. نعم. قصدي نضل نرش عليه المي ونخمره، راح يصير جاهز لتغذية الدود. تجي للمرحلة الثانية اللي هي نغذي الدود به، نخلي. نعم. الكومبوست ويا الدود. من تجيبه الدود؟ نشتري، أول مرة اشتريناه وبدينا نكاثره بعدين. بعدين صار التكاثر هنا موجود. نعم. نعم. ممتاز. بالبداية أكيد بالبداية لازم نشتري، لأنه مو الدود العراقي، هذا الدود الأرض العراقي. نعم. يختلف. يشتغل عندنا هذا الريد ويجلر يسمونه، النوعية الأمريكي. فالتغذية تقريبا يعني الدودة تتغذى ثلث وزنها يوميا. ثلث وزنها تقريبا تتغذى من المخلفات. من المخلفات ثلث وزنها يوميا تتغذى، وتنتج 1/10 من وزنها سماد. هاي اللي شاهدناها بالقاعة اللي بيها. نعم. الأحواض اللي جنبها. الأحواض الخشبية. نعم. وراء ما تكمل الأحواض ونضج اللي عندنا السماد، ننقل لمرحلة التجفيف اللي ما تطول، هو يعني شقد تقريبا؟ يعني 4-5 ساعات. مو تجففوا على يعني مكائن لو عشان؟ لا لا، بس مجرد يتعرض للهواء. اي. وننقله بعدين للمرحلة. كم ساعة يتعرض للهواء لازم؟ 4 ساعات تقريبا إلى 5 ساعات، مو أكثر. ممتاز. نعم. وراها راح نجيبها إلى المرحلة الأخيرة اللي هي راح تتوزع 3 مراحل أو 3 أشكال. نعم. من السماد، واحد اللي هو وأقصى شيء وأكثر فائدة اللي هو تي فيرمي كومبوست. تي يعني شاي. نعم. هذا أسويه بطريقة الشاي، نفس الشيء أخمره وكأنما أسوي شاي. تي فيرمي كومبوست هذا قور يعني. قوري هذا تقريبا قوري. يعني بالضبط هذا قوري. بعدين أحكي لك فوائد التي فيرمي. نعم. أو الفيرمي كومبوست. عندنا هناك
أما يصير باودر اللي هو فيرمي كومبوست العادي ننتج، أو ما دام برطوبة عندنا ماكينة حقيقة الساعة بعد ما جاهزة، لأن نعم. عملنا مو كله جاهز بعده. نعم لا أتكم يعني هي مو يعتبر جاهزة، اللي ينتج 5000 تقريبا لتر أو فيرمي أكثر. 5000 إلى مستقبل كبير جدا. تي فيرمي الواحدة 5000، أما الباقية بعد ما حشينا به نحن. فهمت. بس تي فيرمي كم وقت يكون هنا أنا موجود بهذا الجهاز؟ شنو ولا ايش قد الوقت يكون هنا؟ الوقت هنا 24 ساعة. يعني هذا بحرارة بشنو؟ طبعا اول مرة نضيف الفيرمي كومبوست هنا وحرارة تخمير لمدة 24 ساعة على درجة حرارة تثبت على 50، لازم يعني على 50 على 50، وبعدين ننقلها المرحلتين اللي جنابك ورا 24 ساعة. ورا ال 24 ساعة نعم تنقل، وبعدين تفرغ بالأما بحاويات 5 لتر، أو إحنا هسه مطلوب من عندنا لمدة 6 أشهر بالآي بي سي ننتج اللي هو متر مكعب. متر مكعب نعم. الساحة الأخيرة هو التسويق. نعم. يعني يجون الزبائن ياخذون. بالضبط. طيب الفلاحين هسه إحنا الفلاحين لا بعدنا ما متعاملين. بعدنا ما واصلين ما متعاملين اليوم. نتعامل بالآي بي سي يعني مزارع كبيرة، لأنه مثل ما تعرف اللي التي فيرمي راح نضيف 2 سي سي لكل لتر، يعني هذه فت كميات ضخمة إن شاء الله أو مساحات شاسعة يغطي هذا. أستاذ أيضا أريد أعرف، قلت لي أتكلم لك على فوائد التي الجهاز اللي ذكرته التي فيرمي كومبوست. إيش هنا فاي فوائده؟ فوائد أستاذي، أولا سريع الامتصاص، اثنين ما يأثر نسبته لا زايد أو ناقص، ما يأثر على النبات. فترة إضافته مثلاً إحنا نتعامل ويا السماد العضوي لازم بالشتاء ننطي، بس وراها غير الشتاء ممكن يحرق النبات، أما هذا شو وقت ما أضيفه وبأي تركيز أضيفه ما يأثر على النبات. سعره عشر الأسعار الأسمدة الكيميائية، فوائده زائد 10 من أكثر من الأسمدة الكيميائية، أكثر منها بعشر مرات. يعني اليوم العقل لازم يتجه إلى هذا المفروض، يعني لأن هذا سماد صديق للبيئة، واثنين يرجع لك الرائحة والطعم اللي افتقدناه بالفاكهة والخضار بسبب الكيمياء وغيره من نعم. هاي الأمور. نعم. أنت كنت يعني موظف في وزارة الزراعة وتعمل يعني عمل حكومي؟ نعم. أنت قبل كنت تعمل عمل حكومي؟ زمان يعني اشتغلت. يعني الآن أنت متقاعد؟ أنا لا والله ما متقاعد، ما اشتغلت بالزراعة بس سنتين أو ثلاثة بمركز إبال الأبحاث الزراعية. نعم. إيه. هنا لما دخلت يعني حسيت أنه رجعت الأيام عودة الابن الضال الحقيقة، يعني أنا كنت رجال مقاول الكهرباء، هسه من رجعت للزراعة أشتغل باختصاصي هسه. ففرحة مو طبيعية يعني. أحلى من الكهرباء. واي أحلى من الكهرباء، هذه درستها بعشق أنا أصلاً للزراعة، وكنت مجبر أنه أطلع من عدها لأنه ما كان أكو فرصة عمل حقيقة بالزراعة. نعم أسباب وظروف وغيرها من هذه الأمور. نطلعنا نتخرج تسرحنا من العسكرية. نعم. كنا فائضين الزراعيين ما شاء الله. نترك أنه موضوع علمياً، اليوم هذا المصنع لم كثير من الشباب اللي كانوا عاطلين عن العمل. أكيد أكيد أكيد، يعني إحنا هسه حالياً مشغلين 10 عمال ومهندسين 3 إحنا، ومستقبلا لا اكثر يتضاعف العدد، يتضاعف اكثر من مره، يعني اكثر من مره العدد مالنا ان شاء الله. ممتاز إن شاء طبعا الله. كل التحيه والشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات. الله يبارك وربي يحفظك ويخليك. ممنون استاذنا العزيز. الله يخليك. الله يحفظك. شكرا جزيلا على لقائكم الحلو، حتى نبين لكم شنو اللي صار، يعني انا اشوفها نقطه مضيئه المعمل. رب احنا بخدمتكم وربي يحفظكم. الله يخليك. ربي يوفقكم اليوم لصالح الزراعه العراقيه والانتاج العراقي. شكرا الله. جزيلا ممنونين استاذنا العزيز. الله يخليك. طبعا احبتي المشاهدين، نرحب بالدكتور خميس، احد الكفاءات والطاقات العلميه الكبيره جدا اللي محتاجها القطاع الزراعي بالعراق.
كاختصاص كأمور كذا خلي الدكتور هو يشرح. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا استاذ بقناتكم الكريمه. ربي يخليك دكتور. نعرف عن اختصاصك العلمي. انا دكتور خميس حبيب، باحث علمي في مجال اختصاص تقنيات الاحيائيه، وبالذات في مجال المخصبات الاحيائيه الزراعيه بدائل الاسمده الكيميائيه. اها، يعني دارس زراعه؟ نعم. لو غير لا خريج كليه الزراعه بس بالتخصصات تخصصات الاحياء المجهريه والتقنيات الاحيائيه. شنو اهميتها للزراعه اليوم الاحيائيه؟ حقيقه العالم يتجه الى ادخال كل شيء حديث في مجال التقنيات الزراعيه، يعني ما عادت الشركات الزراعيه والمزارع يستخدم الطرق التقليديه في الري في التسميد، ولذلك العالم يتجه الى ادخال كل التقنيات في مجال الري في مجال التسميد في مجال اختيار المحاصيل المناسبه في مجال اختيار الاشجار والفسائل المناسبه في مجال النخيل. كل هذه المجالات خلي الاختصاص الزراعي يعني محدد ومدبب بالتقنيات الاحياء. بدون التقنيات، بدون الانتقال الى التقنيات، ما راح نقدر نوصل الى مصاف العالم. والعالم حقيقه يعني قطع اشواط كبيره وصارت فجوه بيننا وبين العالم. احنا معظم مزارعين الان يعتمد على الطرق التقليديه في الزراعه، في الري، في التسميد. اليوم احنا مقارنه بالدول الموجوده بالمنطقه، لو نذكر مثلا ايران، تركيا، مصر، يعني دول معروفه بالزراعه، احنا متراجعين كثيرا الان؟ حقيقه العراق هو مهد الحضاره، مهد الزراعه. نعم. وكان يسمى بلد السواد، ارض السواد. ارض السواد يعني ارض السواد هي ارض الزراعه. نعم. اللي كان تسمع صياح الديك من مكان الى اخر، لان كل الاراضي كانت مزروعه وكل الاراضي كانت مسكونه. العراق في مجال الزراعه كان الرياده في ضمن الشرق الاوسط. نعم. وفي مجال حتى بالتسعينات وبالثمانينات وبالسبعينات كانت الرياده انه، لكن بعد 2003 بدا القطاع الزراعي ما يعني يلقى ذاك الدعم والاهتمام في معظم الوزارات المتعاقبه، لانه المشكله الرئيسيه ده يعتمد العراق على الاستيراد. ولذلك احنا يجب ان نعيد النظر بهواي سياسات، السياسات الزراعيه، سياسات التصدير والاستيراد، سياسات دعم المزارع، سياسات ادخال وتوصيل التقنيات الحديثه للمزارع. والحقيقه الان كثره الشركات الزراعيه الاستثماريه، هذا يعني نوع من التقدم. نقدر نقول ظاهره ايجابيه؟ هذه ظاهره ايجابيه وصحيه جدا. معظم الشركات تدخل تقنيات حديثه، تتوظف الطاقات العلميه، تختار طاقات علميه، تجيب اجهزه حديثه، تجيب معامل لانتاج نتاجات معينه، هذه تساعد المزارع وتوصل فكره الفلاح، لكن يحتاج لها الى التعاون، والتعاون مع مديريات الزراعه بالمحافظات، مع وزاره الزراعه، حتى ينقل هو اول وتالي هذه التقنيات وهذا الانتاج يجب ان يصل للمزارع. يراد يعني ننشط الارشاد الزراعي، يراد ننشط الحلقه اللي تفصل بين البحوث الزراعيه والمزارع، وهي الحلقه المفقوده اللي دائما نقول عليها. نعم. الارشاد الزراعي. موضوع سماد الدود العضوي، وهذا اللي دخل بالعراق. نعم. واللي اول شركه. نعم. واول مصنع له بالعراق هو هنا. نعم. اللي انتقلت هاي التجربه من تركيا الى العراق، رايك بهذه الخطوه كيف شفت النتائج اليوم؟ تقييمك كباحث واكاديمي ومختص بهذا المجال. حقيقه العالم ده يتجه في مجال الزراعه مثل ما قلت لك يستغني عن كل شيء كيميائي يدخل بالزراعه لاسباب عديده. نعم. اولا الكلفه العاليه، ثانيا الكلفه على المزارع، ثالثا النواحي الصحيه السلبيه للكيماويات خاصه الاسمده والمبيدات الكيميائيه. فالعالم الان يدخل الى توظيف التقانات الاحيائيه، توظيف الاحياء المجهريه، توظيف معظم الاحياء في سبيل الحصول على منتجات ذات قيمه ورفع قيمتها الغذائيه والمعدنيه بحيث يستفاد منها النبات. في مجال التقنيات الاحيائيه الان انا دائما اقول الهند كمثال استغنت عن 75% من التسميد الكيميائي، اتجهت الى التقنيات الحديثه في التسميد العضوي والحيوي. ممتاز. وهذا وبالدول المجاوره الان عندنا مصر والامارات وايران. نعم. متطوره في هذا المجال، و
يعني داخله في عمق في مجال التسويد الحيوي والعضوي. لو استمر موضوع الشركات الزراعيه وهاي الامور بهاي الوتيره، تتوقع مثلا العراق بعد ايش قد يقوم يعتمد على 50% من زراعته على السماد العضوي؟ الحقيقه مثل ما قلت لك، التسميد الكيميائي الان ظاهره سائده، هو المسيطر في كل والسائد في كل النواحي الزراعيه، عند الفلاح، عند الشركات، عند المنتجين. لكن هذه البدائل مضمونه اقتصاديا، قليله الكلفه، وترفع وتزيد نسبه الانتاج، وحتى تحسن النوعيه. يعني مثلا لو تروح هسه الى اي بيوت من الزراعه المحميه وتشوف زراعه الخضر كالباذنجان والفلفل والطماطة، تشوف نسبة الإضافات الهائلة من الكيميكالز، من المبيدات الكيميائية والأسمدة، في سبيل أنه المزارع أو المنتج يريد يبكر بالإنتاج حتى يحصل. لكن هذه بها محاذير، هذه معظم المواد تصل إلى الثمار، وقسم منها كيميكال ريزيديو ما ممكن التخلص منها حتى بالغسل، تبقى جهازية هذه وتبقى وتصل الإنسان وتسبب له مساوئ للأسف. والعديد من الآن من الأمراض اللي ما معروفة والأمراض السرطانية هي سببها ما نتناولها، جزء منها بسبب الغذاء. فإذا إحنا نحتاج نعيد النظر بثقافاتنا الزراعية، بثقافتنا المعملية، بثقافتنا بالتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة. أكيد. ويعني احنا بدينا حقيقه ان شاء الله يا رب بجهودكم، اكو شركات هوايه دا تشتغل، ربي يخليك، لكن يراد لها دعم ويراد لها اعلام ويراد لها. انت الحمد لله طلعت تقاعد، اكو ناس اخذوكم شوي نستفاد. لا ان شاء الله البركه بالورانا، بس احنا جادين. احنا انا الان استاذ في احد الجامعات الاهليه، وهدفي دائما في هذا المجال اي واحد يتصل بي سواء طلب دراسات عليا او شركات نعطي خبرتنا لهم في توظيف بيكم. في توظيف يعني هاي توظيف التقانات الحديثه في مجال التسميد. ارجع لسؤالك على الاسمده اللي يسموها الفيرمي كومبوست او الاسمده الدوديه. نعم. هذه عباره عن بعض الديدان تقوم بتحويل المخلفات الزراعيه، مخلفات النخيل، مخلفات النباتات، حتى مخلفات الحيوانات، بتحويلها من صيغ معينة إلى صيغ أكثر جاهزة توفر معظم العناصر الغذائية. وهذه المعامل، معامل الفيرمي كومبوست، يعني تجيب أو تدجن بعض الديدان اللي قسم منها مستوردة وقسم منها محلية دجنة في معامل معينة، وتستخدم توظف البتموس وتوظف المخلفات النباتية، وتحصل على منتج ذات قيمة عالية من توفر العناصر الغذائية. والآن هاي الشركة، شركة بلادنا الزراعية، بلدنا الزراعية حقيقة كانت لها الريادة في تأسيس مصنع لإنتاج الفيرمي كومبوست. وهذا المصنع حقيقة مثل ما شفناه وشفتوه أنتو، يعني مصنع بمواصفات عالمية، ينتج الفيرمي كومبوست والتي فيرمي كومبوست. وهذا التي فيرمي كومبوست هو سائل اللي يضاف رشن، يضاف ويا الزراعة بالتنقيط. الهدف أنه نستغني، والتجارب اللي شفتوها أمامكم في مجال النخيل والحمضيات ما شاء الله شيء جميل، يعني فتفرق واسع، ونهائيا ما استخدموا أي نوع من الأسمدة الكيميائية. تحية وشكر لحضرتك ولكل العاملين بالشركة من كفاءات علمية كبيرة جدا، نفتخر بكم. شكرا جزيلا. ألف شكر لكم ولقناتكم. ربي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أحبت المشاهدين، قبل ما أبدأ هذا اللقاء أحب أعرفكم على الأستاذ يعني صلاح مهدي، المهندس الزراعي، أحد الكفاءات العلمية بالقطاع الزراعي، من أهم الكفاءات العلمية اللي سلام. موجودة بالعراق. أهلا وسهلا بك أستاذ. الله يسلمك. الله يخليك. شونك؟ الحمد لله. صحتك شلونك؟ والله الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. سعيدين أن نلتقي بك كبرنامج أرض السواد. إحنا أسعد. الله يخليك. اليوم حضرتك استشاري لشركة مزارع بلدنا. نعم.
اللي حقيقه حققت نجاحات كبيره جدا يعني. الحمد لله. يعني احد الامور اللي انا عرفت هذه المزرعه وانتاجيتها ونوعيه الانتاج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يعني بدون معرفه باحد ولا اي شيء. نعم. فحقيقه شيء جميل جدا. طبعا استاذنا خلي اليوم ندخل شنو الجديد بهذا المشروع الزراعي. نعم. بالنسبه لشركه مزارع بلدنا عندها هدف رئيسي انه تحاول ان تنتج مادة غذائية تفيد المجتمع بدون استخدام المواد الكيميائية، وهو انه نعتمد الزراعة العضوية. فعملنا على انشاء معمل لانتاج سماد عضوي متميز اللي هو سماد الفيرمي كومبوست، واكملناه بخلاصة هذا المادة الفيرمي بمادة التي فيرمي كومبوست اللي هي مستخلص من مادة الفيرمي اللي هي ناتجة من أكل دودة الأرض للمادة العضوية وتحويلها إلى مادة غنية بالعناصر الرئيسية والصغرى والمواد المنشطة الأخرى من هرمونات وفرمونات، ولهذا تسمت المادة بتسمية الفيرمي من الفرمونات. المادة هذه من خلال التطبيقات العملية بالمزارع اللي احنا حريصين على ان نزرع النخيل والحمضيات. النخيل طبعا من اجود الانواع من البرحي والمجهول والصقعي والميرحاج والقرنفلي ومعظم الاصناف الجيدة جدا، حريصين على انه تستخدم الأسمدة العضوية. نعم استاذ صلاح، احنا صورنا بالأسمدة العضوية. نعم. وصورنا المصنع. نعم. والتقينا هناك ايضا مع مشرفين وايضا صاحب براءة الاقتراع. نعم. الدكتور التركي. نعم. يعني هذا المكان هو كان حقل تجارب لل... نعم نعم بالضبط. احنا المكان هذا كان عبارة عن الحقل التجريبي للمادة، فبدينا باستخدامها ومن خلال أكثر من سنة ونص إلى سنتين، والنتائج مبهرة الحقيقة. يعني أنطت نتائج في سرعة النمو، في العقد والتزهير الجيد. بالنسبة للنخيل الثمار أيضا كان نكهتها جيدة، رجعتنا التمر القديم اللي هو النكهة مال المادة العضوية بدون الأسمدة الكيميائية. إيش قد عمر يعني هذه النخلة مثلا؟ هذه النخل عمرها تقريبا يعني هو نسيجي عمرها بحدود 6 سنوات. نعم. ولكن ايضا احنا بادين بنخل نسيجي من عمر سنه، ضايفين ماده الفيرمي بالزراعه وايضا لماده للاشجار الحمضيات، ومركزين طبعا على اشجار الليمون العراقي. نعم. وايضا زارعين كميه من العنب ومختلف الاصناف، وكذلك الرمان، وايضا البابايا والافوكادو. هاي محاصيل اشجار جديده. هاي بعد ما اثمرت البابايا أثمرة، وأيضا من تباوعها الشجرة ما تنطيها عمر السنة، هي خلال سنة وصلت للإثمار والنمو، بحيث أي شخص يزورنا أو يشوفه يقول مستحيل هذه عمرها سنة. لا جايكم وفد من خارج العراق حلفكم. نعم 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 نعم. أكثر من وفد إجا زار واطلع على النشاط. النشاط طبعا الآن الشجرة العفو الشركة بها 15,000 نخلة، وايضا بها زراعه لالاف من الشتلات الحمضيات من الليمون العراقي والبرتقال واللالينجي، وكذلك عندنا زراعه البابايا، زراعه الافوكادو، الرمان، العنب، مختلف الزروعات انطت نتائج مبهره من حيث سرعه النمو، كثافه التزهير، كثافه العقد، حجم الثمار، أنطت نتائج طيبة. وبالمقارنة مع الأشجار الغير مستخدم إلها هذا السماد العضوي. نعم. وأيضا يعني عندنا تجارب تطبيقية على محاصيل علفية مثل الجت، وعندنا أيضا تجارب على مساحات واسعة من زراعة الحنطة بمختلف الأماكن. فالحقيقة النتائج ممتازة جدا، وايضا بالكلف يقلل لك كلف استخدام السماد. اليوم معروف عنه السماد اذا كان الداب اللي هو السماد الفسفوري او. نعم. اليوريا السماد النيتروجيني اسعاره بالسوق اصبحت اسعار ما يستطيع. نعم نعم مليونين ومليون، واليوريا بمليون، الفلاح اصبح هذا الاسعار تعجيزيه.
فطرح البديل والبديل المحلي المناسب اللي يحافظ له على المنتوج كما ونوعا وصحيا للإنسان. نعم وصحيا. نعم هذه طبعا كل معروفة بالبحوث أنه الأسمدة الفسفورية وانعكاسها على الخلايا السرطانية بجسم الإنسان وش قد تأثير هذه الأسمدة الكيميائية على صحة الإنسان، بينما هذا سماد طبيعي حيوي يجنب الإنسان كثير من الأمراض الآن اللي هي منتشرة. وأيضاً من واحدة من التطبيقات باستخدام الفيرمي عندنا الراكوب، اللي عند الفلاح يصير عالي ويتلفه. نعم. أو ما يستفاد من عنده، إحنا بمادة الفيرمي لأن هو يشجع على التجدير قمنا نستفاد من كل الرواكيب الموجودة. هذا البستان تقريباً بأكثر من 3000 بس راكوب، لأنه إحنا الفسيلة جوا طبعاً الفرزة الأولى طلعنا حوالي 6000 فسيلة، وإن شاء الله بي بعد أيضاً بحدود 6000 أخرى. فالمادة منشطة، المادة تعوض عن السماد النيتروجيني وتعوض عن الأسمدة الأخرى. ولكن بي بس نقطة واحدة هي طبعاً إحنا مجال البحث الآن أن كيف نعزز الفسفور بي. الفسفور الآن بي ضعيف، نحاول نعززه لأنه حتى من ننطي النصيحة تكون نصيحة صادقة. صح. نعم هنا أنا بس الآن النصيحة أنه من يستخدم بالحنطة يستخدم نص الجرعة المتعارف عليها، يعني الفلاح دائما يحط 50 كيلو للدونم العراقي من سماد الداب اللي هو الآن كلفته كلش عالية، فإحنا ننصح أن يحط نص جرعة مع كمية من التي يعوضها عن اليوريا كذلك. نعم. نعم وفرق بالكلف، يخفض الكلف إلى وإنتاجية يضاعفها. نعم الإنتاج يضاعفه والنمو الخضري يضاعفه كذا. زين أستاذ صلاح، إذا هو هذا السماد العضوي صحيا أفضل إلى التربة وإلى الإنسان، نعم، كسعر أقل من الكيمياوي. نعم. بكثير. نعم. وأيضا صحيا للمستهلك للمواطن ما يأثر عليه كأمراض مثل السماد الكيميائي. كيميائي نعم. ليش ما تتعمم هذه الفكرة؟ ليش الآن الفلاحين ما يستخدمون هذا؟ والله هو طبعاً كل جديد صعب تقبله من المجتمع أو من الطبقة اللي هي مستهدفة كان فلاح، يعني الآن إحنا السماد يستهدف الفلاح. الفلاح إذا ما يشوف بعينه التجارب وعلى نطاق واسع يلا يقتنع، يعني الداب حتى الداب نفسه أول ما إجى للأسواق قبل خلينا نقول في 25 سنة الدولة كان تفرض على الفلاح وتنطي أخو البلاش بس حتى يستخدمه، الآن هو يشتري من الأسواق التجارية وبسعر عالي جداً، الآن سعره أكثر من 1,750,000 وبعض الأنواع توصل للمليونين ويشتري له لمس نتاجه. إحنا طبعاً يعني مو ترويج للمنتوج مالتنا كسماد، ولكن بتجاربنا قدرنا أن نقنع الجهة اللي إذا تستفاد من عندها وتأخذه تحقق الهدف المرجو من عندها بتقليل الجرعة السمادية. كم أسعاره تقريبا؟ السعر الآن تقريبا 4 دولار للتر أو 6000 دينار للتر، والدونم يحتاج 8 لترات على طول عمره للنبات بالحنطة، يعني 48000 دينار للدونم الواحد. 48000 دينار إذا تقارن الآن بالداب، الداب يكلف 100000 واليوريا تكلف أيضا الدونم الواحد 100000، إذا تحط 50 كيلو هو بمليونين 100000، واليوريا أيضا تكلف بحدود 100000، يعني 200000 دينار تختزلها ب50000، يعني ربعهن. ربع. نعم. 25%. نعم 25 إلى 30%. نعم من ممتاز. نعم. التمر تعرف العراقيين يعني. نعم. يعشقون. نعم. يقدسون النخلة. نعم. يقدسون التمر. نعم. نجح بهذا الموضوع. نعم بشكل بديع جدا. نجح بصنافه وبصناف لا 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 كل الأصناف تجاوبت، حتى الصنف اللي احنا نعرفه انه هو بطيء النمو مثل صنف المجهول، هذا الصنف معروف عنه انه ما يربي كراون، يعني منطقة تاج او نمو خضري كبير. نعم. ولكن بهذا السماد كان النمو ماله جيد جدا، القامة او القمة النامية دفعها مثير للانتباه، يعني وكأنه أكو فج منشط خاص بي. يعني نقدر نعتبر أنه النخيل هي أكثر شيء أنه قدر أنه يتفاعل مع هذا السماد. لا 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 كله المتعارف عليه نفس الليمون العراقي. الليمون العراقي خلال أشهر الصيف تموز وآب بارتفاع درجات الحرارة هذا الليمون العراقي، هذا أصلا بتموز وآب الأوراق تحترق
الثمار تلجع بالحراره باستخدام التي. الان تلاحظ النموات شلون خضره وزاهيه وثمار. بيها ثمار لو لا؟ بيها ثمار نعم. شوفوا انه ثمار والله من عندها. بيها ثمار هذا الليمون العراقي، هذا طبعا نكهته وسعره افضل من اي ليمون. شكرا. اخر مستورد. خلينا نشوف. اي لا طيب. اذكر بيام السنه. طيب طيب. طيب ما شاء الله. صدق ليمون عراقي. اي ليمون عراقي طبعا احنا مركزين. هذا شكلك ينتج 100%. نعم نعم. من هسه لو بعد شوي. لا 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 هو طبعا يزهر بشهر اذار ونيسان يصير العقد، لكن انت تتكلم عن اشهر الحر اللي يتبهذل بها النبات ويتاثر. صحيح. بالحراره باستخدام هذا السماد. هو طبعا اضافه لكونه سماد يخلي النبات يقاوم الظروف البيئيه القاهره، يعني يقاوم الحراره، يقاوم الملوحه. زين هسه منو دا يتعامل وياكم؟ منو دا ياخذ السماد؟ فلاحين لو شنو؟ والله الان شركات يعني كبيره على نطاق استخدام واسع بالنسبه للصحراء وظروف شحه المي والملوحه. نعم نعم خففت تاثير الملوحه وتاثير كربونات الكالسيوم ايضا. استاذ صلاح، يعني نقدر نقول اليوم الزراعه العالميه. نعم. متجهه على السماد العضوي؟ معظم البلدان الاوروبيه بالذات متجهة للزراعة العضوية بشدة، لأن عرفت قيمة المادة العضوية وانعكاسها على صحة البشر، لهذا هم أصحاء أكثر من الشرق. صحيح. الأوسط وأفريقيا. فالآن حتى السعر بالنسبة للمنتج العضوي يصير أقل شيء دبل، يعني إذا السعر للكيلوغرام بدولار بالعضوي يصير دولارين أو ثلاث دولارات ضعف. وبس هذا الموضوع لانه كانت الاسمده العضويه السابقه مكلفه، اليوم بسعر التي اليوم هاي الفكره لا اي نعم رخيص صار ارخص من الكيلو. نعم 6000 دينار لللتر، طبعا هذا 6000 دينار لللتر سعر مدعوم من قبل الشركه، والا هو يعني سعره اذا بالدول الجوار اعلى من هذا الرقم تقريبا. مثلا بتركيا تقريبا 10000 دينار. جيد يعني تبادين. نعم بفرق ايضا 30%. نعم نعم تجذبون عالم، تجذبون نعم الفلاحين. نعم نعم. ايش وقت يوصل هذا السماد للفلاح؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله باقرب فرصه، يعني ما تتجاوز ال 30 يوم ان شاء الله. 30 يوم. نعم ان شاء الله يا رب خير. ان شاء الله خير للجميع. والله يعني نفتخر. والله احنا بدنا نخدم الفلاح. لا يعني اليوم انا افرح، يعني انا اكثر حلقات ارض السواد معاناه، ناس ما عندها مي، ناس تقول السماد غالي، يعني ناس تارك ارضها. نعم. انا اليوم من الحلقات اللي قليلات ما شاء الله اشوف فرحه. نعم. اشوف امل بهذا الموضوع، لان للاسف مراكز السرطانات بالعراق امتلت بالمراجعين. نعم. امتلت بالمرضى، ربي شافيهم ان شاء الله. ان شاء الله. بسبب هذا الاكل اللي ناكله. نعم. يعني بدون علم، بدون سيطره نوعيه وهاي الامور. نعم. فشكرا جزيلا لكم. احنا الممنونين من زيارتكم ونتمنى لكم التوفيق. ربي يخليك، تحياتنا لك استاذ. للجميع ان شاء الله. الله يخليك. للجميع. إلى هنا أحبتي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، من الحلقات القلائل اللي ننهيها بإيجابية كبيرة جدا وبفرح كبير لما نشاهد اليوم الصناعة الزراعية العراقية مستمرة وبتطور كبير جدا. سماد الدود العضوي اللي بيه براءة اختراع من شخص في تركيا وانتقلت إلى العراق بأيادي وبمصانع وبمعامل عراقية. نفتخر لما نشاهد منتج مكتوب به صنع في العراق، ونفتخر أكثر لما نشاهد هذه الصناعة تختص وترتبط بالزراعة العراقية اللي للأسف تعرضت لكثير من المعوقات والعراقيل إلى ما وصلنا إلى هذا الحال. ولكن لما نشوف هيك أمور حقيقة نفتخر
أكثر وأكثر بكل العاملين بهذا المشروع اللي احتضن كفاءات علمية كبيرة جداً بمجال الزراعة، وأيضاً استقطب رؤوس الأموال بهذه المشاريع المهمة والحيوية والاستراتيجية، وابتعدنا عن المشاريع التقليدية والاستهلاكية المعتمدة فقط على الاستيراد. فكل التحية وكل الحب لكل العاملين بهذا المجال، ونتمنى نشوف معامل ومصانع أكثر تخص القطاع الزراعي. يا رب حلقة تعجبكم، إلى اللقاء.